بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، والنص الاول من حلقتنا بيبقى مجموعه من الاخبار. النهارده عندنا اخبار الحقيقه كثيره. الموسم ابتدى في اغلب الالعاب، ويعني في يعني فرق دخلت في الجد على طول زي كره اليد، وفي فرق دخلت ببطولات يعني اقل شويه في القوه زي السله في القاهره. هنجيب لكم كل الاخبار وكل التفاصيل عن فرقنا وايضا عن الفرقه القوميه على مستوى مصر. ده في النص الاول من حلقتنا. النص الثاني هيكون فقرتنا عن كره الطائره رجال. زي ما حضراتكم عارفين انه النادي الاهلي السنه دي من انجح المواسم الميركاتو على مستوى الالعاب الجماعيه. خلينا نتكلم بكل امانه، يعني يمكن الموسم ده اتكرر او كان زيه بالظبط الموسم اللي قبل اللي فات، او يمكن من موسمين، انا اسف، من موسمين كان نفس الموسم ده، الموسم اللي جه فيه عمرو الجندي وعمر طارق في السله، وجي مجموعه ايضا في الهاند بول، وجي مجموعه في البولي بول، نفس الموسم ده بيكرر تاني. فكان من انجح الميركاتو ومن انجح الانتقالات السنه دي كانت على مستوى الكره الطائره رجال، وفي ثلاث صفقات انضموا للنادي الاهلي. طبعا على راسهم احمد عزب لاعب بتروجيت اللي جاء منضما من بتروجيت في صفقه انتقال حر وهو بيلعب في مركز اربعه. ايضا اللاعب الايطالي الدولي لويجي رانداستو، اللاعب الايطالي اللي كان لاعب سنين طويله في اوروبا وايضا لاعب دولي ايطالي انضم للنادي الاهلي، واللاعب البورتوريكو يوندر جارسيا اللي وقع يمكن من 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 يوم او اقل مع طبعا النادي الاهلي وهيوصل القاهره ان شاء الله الفتره القادمه. النهارده هيكون ضيفنا او ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو هيكون كابتن احمد عزب طبعا نجم النادي الاهلي الجديد، و لويجي رانداستو اللاعب الايطالي. هنتكلم معاهم عن كل شيء، يعني ظروف انتقالهم وقصتهم، وخلاص هم بيتمرنوا دلوقتي تقريبا حوالي شهر مع النادي الاهلي، محتاجين نقيم معاهم التجربه ونشوف التدريب اخباره ايه. عندنا كلام كتير هنقوله عن الفولي بول رجال، هيكون بعد الفاصل اللي في النص ان شاء الله وفي الفقره الحواريه. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد سيدات. كره اليد سيدات لعبوا ثلاث جولات فقط في الدوري العام او دوري كره اليد سيدات. اول جوله كانت مسموحه ولم نوفق فيها، الجوله الثانيه كانت مع نادي الزمالك وفزنا فرق 12 هدف، والجوله الثالثه كانت مع المعادي، الجوله اللي جايه ان شاء الله الرابعه هتكون مع الطيران. طبعا الماتش هيكون السبت اللي جاي الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر نادي الاهلي بالجزيره. طبعا بيقود الفريق كابتن محمد عادل زولا، والفريق هيفتقد لكابتن الفريق كابتن نصر عيد عبد الملك واللي اتصابت في ايديها في ماتش المعادي اللي فات، وبنقول لها الف مليون سلامه. الحقيقه يعني نتمنى لها الشفاء العاجل، وهنحاول نعرف طبعا اصابه الصباع يعني الدنيا فيها ايه، هل احتاجت كبيره، هل هي مجرد راحه، ان شاء الله هنعرف التفاصيل وهنحاول نعرف من نصر ونطمن عليها. زي ما قلت لحضراتكم فرقتنا حتى الان لعبت ثلاث ماتشات، خسرت مباراه خارج الملاعب او خارج النادي الاهلي في سموحه في اسكندريه، ولكن مباراتين تاني فزناهم وكان منهم مباراه نادي الزمالك. طبعا الدوري عباره عن او الدوري السيدات عباره عن 18 فريق هيلعبوا رايح او دور او دوري من دور واحد، يعني رايح مش رايح جاي، رايح بس، وبعد كده هيتاخد السته اللي فوق يلعبوا السوبر، يعني نفس نظام الدوري السنه اللي فاتت. طبعا هيبقى في تفاوت في الدور الاولاني ده في المستوى رهيب، هتلاقي في ماتشات بتخلص فرق هدف واثنين وفي ماتشات بتخلص فرق كبير جدا، وهو ده اللي احنا قلناه ان في فروق المستوى كبير ولازم يعاد نظره مره اخرى في نظام الدوري للسيدات. لازم يحصل تقسيم للدوري في حد ذاته الى مجموعتين على حسب القوه او الشده. الطايره عامل كده، الطايره دلوقتي بقى في اربع مجموعات في البدايه بيبقى عشان تبقى دايما الماتشات قريبه من بعض، انما الحقيقه ما بقاش في وجه استفاده ابدا لما يخلص المباراه في كره اليد فرق 30 هدف، ما فيش استفاده لكلا الفريقين. نتمنى تاني من اتحاد او لجنه مسابقات اتحاد كره اليد النظر في نظام مسابقات السيدات عشان ما يحصلش، يعني ما بقاش في مجهود على الفاضي بيبذل في الدوري، ولكن يكون الـ زي ما بيقولوا الجوده وليس الكم، مش مهم كم ماتشات ولكن جوده الماتشات اللي بتتلعب. طيب هنروح للرجال، رجال كره السله. زي ما حضراتكم عارفين انه رجال كره السله بيستعدوا لاول بطوله لينا هذا الموسم، وهي البطوله العربيه في الكويت، وان شاء الله الفرقه مسافره يوم 3 اكتوبر ان شاء الله، والبطوله هتبقى من 5 ل 15 اكتوبر في مدينه الكويت، العاصمه الكويتيه الكويت. فريقنا طبعا بقياده مستر اجوستي بوش بيستعد للمباراه القادمه في بطوله القاهره مع هليوبلس. المباراه هتنطلق او انطلقت الساعه 8 على صاله هليوبلس بمدينه الشروق، ودي رابع مباريات بطوله المنطقه. هيتبقى لينا مباراه كمان مع المصريه للاتصالات، ودي هتكون قبل السفر ان شاء الله،
والثلاث مباريات اللي فاتوا استطاع فيها النادي الاهلي انه يفوز مباريتين 83 19 ومباراه مع السكه الحديد مع الكهرباء والسكه الحديد 90 22 وفوز على الطيران بالانسحاب بنتيجه 10 0. زي ما قلت لحضراتكم المباراه في هليوبلس دلوقتي بتتلعب ودي هتشاهد يعني هتشاهد المباراه مشاركه ايهاب امين للمره الاولى بعد عودته مع المنتخب لانه طبعا كان مستر اجوستي بيفضل راحته ده صح اللي بيحصل او الراحه دي لازم اللعيب يفصل على الاقل لثلاث اسابيع وده اللي عمله ايهاب امين واللي عمله اغلب لعيبه المنتخب انت لازم تفصل ثلاث اسابيع ده مش وقت كبير وقت قليل جدا بس لازم جسمك يرتاح لازم تبعد تماما عن كره السله بنشوف لعيبه اوروبا كلها في الفولي بول بتعمل كده الكل بيريح ثلاث اربع اسابيع ملوش علاقه ابدا بالرياضه لازم العضلات تستشفي تماما من اي مجهود لازم ذاكرتك العقل نفسه يرتاح الضغوط العصبيه تتحرر من الضغوط العصبيه عشان تبتدي موسم طويل خاصه بكره السله عندنا موسم طويل جدا عندنا الاول بطوله العربيه بعد كده نخش على مرتبط بعد كده كاس مصر بعد كده السوبر وفي النص السوبر المصري عندك وفي الوسط كمان الباسكت بول افريكان ليج يعني النادي الاهلي عنده ست سبع بطولات في هذا الموسم اذا بتتكلم في مجهود بدني خرافي. طيب في حاجه عايز اقولها كمان يمكن طبعا رسميا يعني خلاص كابتن مودي الجرحي وكابتن ابراهيم الجمال اعلنوا اعتزالهم خلاص تماما يعني ده الموضوع انتهى تماما والاثنين تولوا مسؤوليات داخل النادي على ما اتذكر كابتن جمال تولى مساعد مستر دانيال في قطاع الناشئين وتقريبا كابتن مودي الجرحي تولى مدير اداري الناشئين على ما اتذكر. فطبعا وطبعا هيتم الاعلان على الكلام ده ولكن طبعا انتوا عارفين ان بيربطني بيهم صداقات طويله في الملعب بس يمكن الكلام ده من خلال مقابلتي معاهم فخلاص هم تقريبا اعلنوا اعتزالهم ولكن كده القايمه ناقصه اثنين لعيبه حتى الان ما تمش استبدالهم ويمكن مستر اجوستي عنده فكر يمكن اتكلمت مع الناس في النادي وكنا قاعدين بنتناقش ونفس الكلام في قطاع الناشئين هو عايز الجوده عايز مش عايز عدد لعيبه يعني في القايمه مليانه لعيبه ولكن هو عايز يقلل العدد والجوده تزيد وهو دايما بيميل للعيبه الصغار السن مش بيعملها او اللعيبه الجاهزه دائما بدنيا اللي تقدر تتحمل موسم كامل. فطبعا بنقول مبروك لمودي الجرحي وابراهيم الجمال لعيبه كبار لعيبه ادت للنادي الاهلي سنوات طويله لعيبه كمان الحقيقه يعني من اللعيبه الغيوره جدا على النادي الاهلي واللي انا يعني بعد خلاص هو قلع تيشيرت او قميص النادي الاهلي وبطل ما تخيلش نفسه في مكان تاني اخر لان هم كانوا يقدروا يعني يدوا في اي نادي تاني وده وضع طبيعي جدا يعني مش لازم فرق درجه اولى لكن ممكن يروح فرق او ليفل 1 الاربعه الكبار او ثلاثه الكبار كان في فرق كتيره وبياخدوا مقابل جيد ولكن الاثنين فضلوا انه يعتزلوا اللعب بعد يعني خلع قميص النادي الاهلي وده قمه في الانتماء ومش قمه في الانتماء بس مش بس الموضوع انتماء ولكن مين بعد النادي الاهلي اقدر اروح بامانه يعني ايه النادي اللي اقدر بعد النادي الاهلي ان انا العب له تهيألي الموضوع سؤال صعب وسؤال بيبقى على اي لاعب في النادي الاهلي بيبقى صعب. طيب هنروح برضو لكرة السلة سيدات عندنا نفس الكلام بطولة القاهرة ولكن السيدات متأخرة سنة لأن ما عندهمش بطولة عربية فالدنيا مش هتتأخر في بطولة عربية طبعا ولكن مش مشاركين احنا فيها. الوضع كالآتي ان احنا عندنا بطولة القاهرة أول مباراة لينا إن شاء الله هتكون مع مدينة نصر والمباراة انتهت بالفعل. المباراة انتهت في الفعل منذ لحظات بفوز النادي الأهلي على نادي مدينة نصر 83-38 والمباراة كانت على صالة الشهداء او دي صور من المباراة على فكرة دي صور من المباراة والمباراة اتلعبت على صالة الشهداء في الأهلي الجزيرة وطبعا كل ده استعداد للدوري المرتبط اللي هيبتدي ان شاء الله في بداية الموسم. طيب طبعا النادي الأهلي نجح بشكل كبير في إعادة هيكلة هذا الفريق اللعيبة العقودة خلصت جددوا لها اللعيبة المصابين خفوا زي ثريا صورتها اهي كل اللعيبه يعني احنا بنتكلم على عدد من الصفقات الفريق ده اعاد هيكلته مع جهاز فني جديد محترم طبعا كل الاحترام لكابتن علي هاشم الجهاز السابق اللي طبعا بطولات مع الفريق اللي بيتولى القياده دلوقتي كابتن طارق خيري تعاد طبعا هيكلت الموضوع كله وطبعا شفنا تجديد عقد ثريا محمد ونادين السلعاوي ونهى شتا وفريده وائل ده اللي تجدد معاهم التعاقد وثلاث صفقات جداد شفنا ميرال اشرف نجمه منتخب مصر القادمه من الان سي دبليو اي في امريكا وهلا شعراوي رجع الثاني من نادي سبورتنج السكندري والمحترفه الامريكيه جيمي نارد اللي بتتمرن بشكل يومي مع الفريق وانا بحكم مروح النادي بشكل يومي تقريبا بشوف طبعا تدريباتهم وقد ايه هم بيبذلوا مجهود كبير كل التوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه. طيب هنرجع الى خبر يمكن النهارده يتم الاعلان عنه زي ما قلت لكم ميركاتو كبير في
العاب الصالات السنه دي، والحقيقه نجم هذا الميركاتو بامانه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كله بقياده الكابتن محمود الخطيب، وياتي وراءهم على طول كابتن خالد العوضي الحقيقه اللي قايم بدور كبير جدا، هو زميل عزيز وجاورنا كتير في قناه النادي الاهلي، وهو الان بيتولى اداره النشاط الرياضي، والحقيقه هو عامل شغل كبير جدا، وحق يقال ان هذا الرجل بيبذل كل المجهود عشان في صفقات وتجديدات ومعسكرات، ويعني يكاد يكون بيبذل مجهود كبير، ولازم نشيد بيه، وان شاء الله ربنا يكلل مجهوده بالبطولات، لان اكيد هو طبعا اسعد واحد هيكون في الدنيا لما النادي الاهلي يجمع كل بطولاته. طيب عمل ايه كابتن خالد العوضي؟ كابتن خالد العوضي عايز يتعاقد مع لعيبه معينه في الفولي بول هقول لحضراتكم عليها، نجمه نادي بورتوريكو هي دي كارينا اوكاسيو، دي نجمه نادي بورتوريكو، نجمه نجوم نادي بورتوريكو ونادي منتخب بورتوريكو، منتخب بورتوريكو من العظماء في كره الطائره. طيب عمل ايه كابتن خالد العوضي؟ كابتن خالد العوضي قبليها وقع مع ديانا رايس برضو لعيبه منتخب بورتوريكو، هي زميله كارينا اوكاسيو، هم دلوقتي بيلعبوا بطوله العالم في هولندا، فالنادي الاهلي عايز يتعاقد مع كارينا اوكاسيو، وجاي لها عروض كتيره جدا اوروبيه وعروض في كوبا امريكا، والنادي الاهلي عايز يقتنص هذه الصفقه، فكان قرار النادي الاهلي ان كابتن خالد العوضي بنفسه هو اللي يسافر هولندا في بطوله العالم، طبعا كل ده بالتنسيق مع ديانا روز دي سوري، طبعا كابتن خالد العوضي هناك في هولندا مع كارينا اوكاسيو، وراح لديانا رايس وظبط معاها، وطبعا استطاع ان هو يمضي زميلتها كارينا اوكاسيو طبعا في رحله مكوكيه سريعه، حصلنا على خدمات كارينا مع النادي الاهلي هذا الموسم، وان شاء الله الاثنين هينضموا بعد بطوله العالم فورا الى النادي الاهلي للمشاركه طبعا في مبارياته، ولكن صفقتين من العيار التقيل. دايما كان النادي الاهلي السنين اللي فاتت كان بيلجا يجيب اللعيبه برازيليات، لعيبه من مثلا اوكرانيا، ولكن النهارده احنا خدنا خطوه لقدام، عشان كده انا بقول لحضراتكم انه الموضوع يعني ميركاتو يعني السنه دي من اعظم السنين اللي حصل فيها ميركاتو، يمكن الكره الطائره كانت من الالعاب اللي يعني زي ما بيقولوا كان لنصيب الاسد في هذا الميركاتو. طيب بطوله العالم بيلعبوا فيها الاثنين بيلعبوا ايه؟ كارينا اوكاسيو بتلعب في مركز 4، ديانا رايس بتلعب في مركز 3، يبقى انت المركزين اللي عندك فيهم شورتج انت عوضتهم، مركز 3 اللي هو السنتر بلوك ومركز 4 الضريب، انت عندك الاثنين دلوقتي الحمد لله بقوا يعني فيهم اثنين لعيبه على مستوى عالي، ليفل 1 على مستوى العالم. طيب كابتن حمدي الصافي الوضع ايه في الفريق؟ الوضع الفريق بيتمرن دلوقتي، هل في دوري؟ هل في حاجه؟ للاسف لغايه دلوقتي ما فيش، وده علامه استفهام كبيره جدا في اتحاد الكره الطائره، لجنه المسابقات، الاتحاد الوحيد اللي حتى الان ما اعلنش عن جدول مسابقاته، والحقيقه ده موضوع غريب جدا، وموضوع يعني بيبقى بيصيب الفرق بالملل، ما ينفعش انا بتمرن انا النهارده شهر 10 وما اعرفش الجدول بتاعي ايه ازاي؟ يعني يا جماعه الموضوع ده لازم يبقى فيه، لان كل سنه بنفس الحال، والحقيقه برضه عشان تبقوا عارفين مع كل اتحاد بيجي انا ما اعرفش فيه كلمه سر، ايه السبب ان الطايره رجال وسيدات بيتاخر جدا الموسم الرياضي بتاعهم؟ انا الحقيقه مش فاهم ايه الكيمياء في كده، انا عندي مباريات مع منتخب مصر او عندي اجنده دوليه لمنتخباتي، بحط الاجنده وبعد كده بسقط عليها الدوري، ايه اللي في كده صعب؟ لو عندي بطوله انديه بتغير ميعادها بوقف الدوري، الموضوع يعني مش كيمياء خالص. فالحقيقه انا مستغرب، واللعيبه واللاعبات ربنا يستر طول فتره التدريب ما يسيبش اللعيبه بالملل، والموضوع ده في الاخر يؤدي الى اصابات، وبعد كده بقى في تلاحم مباريات، وبعد كده بقى في اصابات، ما هو انت بضاغط بقى الدنيا، ما انت هتبتدي في شهر 12 مثلا، شهر 11 هتلاقي نفسك ضاغط الدنيا عشان تخلص الدنيا في 3-4 شهور، طب ليه؟ ما نبتدي زي السله واليد، ما هم يعني السله واليد بيعملوا يعني حاجه غريبه، ما هم طول عمرها كده، المواسم بتبتدي في شهر 9، المواسم كلها في شهر 9، عندكم السله خلص القاهره بيستعد بطوله عربيه، اليد لاعب السوبر المصري وهو رايح بطوله امم افريقيا للابطال، والبطوله العربيه دلوقتي بيلعب فيها الزمالك، انا قصدي اقول لك ان الموسم شغال في كل حته، اشمعنى الطايره؟ يعني انا الحقيقه ما عنديش اجابه، واتمنى ان حد يبقى سامعنا ويعني يستجيب لده، الكلام ده مش في مصلحه منتخبات مصر خالص. طيب عندنا العاب القوه، والالعاب القوه من الالعاب الكبيره جوه النادي الاهلي، والحقيقه النادي الاهلي بيوفر لها رعايه بشكل كبير جدا في الوقت، انتوا عارفين طبعا في اغلب الالعاب ما فيش انكم داخل منها، فالنادي الاهلي بيقوم بدوره المجتمعي ومسانده المنتخبات، وبيرعى مجموعه كبيره جدا من العاب القوه، وهذه اللعبه من اللعبات المأصله في النادي الاهلي. العاب القوى الاهلي يحصد لقب بطوله الجمهوريه كاس للدرجه الاولى. الفريق الاول العاب القوى بالنادي الاهلي فاز ببطوله الجمهوريه للدرجه الاولى كاس، واللي اتلعبت من ايام على ملاعب المركز الاولمبي بالمعادي. البطوله شارك فيها 29 نادي ومركز شباب باجمالي 412 لاعب و283 لاعبه. اثنين لاعبه الاهلي لوحده شارك ب 104 لاعب ولاعبه منهم.
الاهلي كان اتصدر الترتيب العام على مستوى الرجال والسيدات، فلو رحنا للرجال هنلاقينا حققنا 34 ميداليه متنوعه، 13 ذهب وزيهم فضه و8 برونز. اما بقى لو رحنا للسيدات هنلاقي الاهلي حقق 24 ميداليه، 10 ذهب و6 فضه و8 برونز. ولاعيبه الاهلي نجحت في تحقيق رقمين قياسيين في البطوله بعد ما حقق رباعي عمرو هاني سليمان وايمن منصور وابراهيم محي وصفاء محمود على تحقيق رقم قياسي في سباق 4 في 400 متر تتابع مختلط بزمن 3 دقائق و 34 ثانيه و 63% من الثانيه. وكمان نجحت اسراء عويس واللي كانت ضيفتنا هنا في البرنامج بعد ما حققت رقم قياسي في منافسات الوثب الطويل بقفزه قدرها 6.75 سنتيمتر، والجهاز الفني 6.75 سنتي طبعا. والجهاز الفني طبعا العاب القوى بيقوده الدكتور ياسر داوود ورئيس الجهاز ومدير فني، وزين الهواري وكمدير اداري، واليونس اداري الفريق. هنروح للاسكواش ولاعبنا مصطفى عسل اللي خلص بطوله قطر في المركز الثالث، وهو في الثالث او التصنيف الثالث العالمي. طار بعد كده قطر، رجع لارض الوطن عشان يلعب بطوله الاهرام المفتوحه للاسكواش، والحمد لله محقق نتائج جيده حتى الان. مصطفى يصعد لربع نهائي البطوله دور الثمانيه، هنشوف نتائجه ونقول لحضراتكم. تأهل لدور الثمانيه طبعا بعد، والبطوله بتتلعب تحت سفح الهرم في الفتره من 19 ل 25 سبتمبر، ومجموع جوائزها 300,000 دولار. مصطفى كان بدأ مشواره بالفوز على بطل فرنسا اوجست بنتيجه 3-0 في الدور 32، ومن شويه قدر يفوز مصطفى على زميله بالمنتخب محمد الشرباجي بنفس النتيجه. طبعا عايز اقول لكم محمد الشربيني، انا اسف انا قريتها كنت اقول لكم على حاجه، محمد الشرباجي خسر برضه، بس ما خسرش من فارس الدسوقي. محمد الشرباجي خسر من فارس الدسوقي، انا برضه عشان كده قريت محمد الشربيني هو محمد الشرباجي. فاذا ما فاز برضه مصطفى بنتيجه زيها برضه 3-0، وجت نتيجه الاشواط كالاتي 11-7 11-5 11-4، وبات يعني او ظهر التفوق مصطفى في المباراتين ان شاء الله دور الثمانيه. مصطفى هيلعب بكره بقى في دور الثمانيه مع زميله مازن هشام. طبعا البطوله دي مهمه جدا لان البطولات دي من البطولات ليفل اي او البطولات المصنفه رقم واحد، فمجموع نقاطها بيبقى كبير. احنا حتى الان ماشيين كويس، هو ثالث العالم، طلع ثالث في بطوله قطر، ودي كانت اول بطولات الموسم. ان شاء الله لازم مصطفى يفوز ببطوله الاهرام عشان الثلاث اربع بطولات، وبعد كده طالع تقريبا على بطوله اخرى مهمه جدا، يعني عنده ثلاث اربع بطولات ورا بعض. لو نجح مصطفى يجمع فيه اكتر نقاط اتصور ان شاء الله انه ممكن يتصدر الترتيب العالمي. ده كان خبرنا عن مصطفى عسل، عندنا اخبار كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن قبل الفاصل كان خبرنا عن مصطفى عسل، ده كان اخر خبر عن يعني النادي الاهلي او النشاط جوه النادي الاهلي، ولكن هنروح لاخبارنا المحليه، وعندنا خبرين النهارده الحقيقه مرتبطين باصحاب الهمم. وزي ما حضراتكم شايفين انه الحقيقه اصحاب الهمم يعني في الوقت ده الدوله المصريه الحقيقه مديه لهذا الملف الحقيقه اولويه قصوى الحقيقه، وفي كل المجالات وفي كل الامور دايما اصحاب الهمم في التخطيط وفي يعني دايما متقدمين خطوه دائما في الفتره دي. الخبر الاولاني ليه علاقه بكره اليد، كره اليد دايما احنا شفنا كره اليد في مصر او مشاركتنا المنتخب الاصحاء العاديين كل حاجه. بكره ان شاء الله تنطلق بطوله العالم لكره اليد على الكراسي المتحركه، دي البطوله الاولى التي تقام، هذه البطوله او نسختها الاولى على مستوى التاريخ الحقيقه. دي طبعا منتخبنا الوطني بكره ان شاء الله هتبتدي البطوله دي، وهتتلعب في الفتره من 22 ل 25 سبتمبر اللي احنا فيه على مجمع الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر. البطوله دي هيشارك فيها ست فرق او ست منتخبات، انا اسف، مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي. طبعا دي اول بطوله، وضع طبيعي يكون عدد المشاركين قليل. البطوله هتتلعب زي ما قلت لحضراتكم على صاله الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر. منتخبنا هيبدا ماتشاته بكره مع الهند الساعه 11:30 صباحا، وبعدين هنلعب في نفس اليوم بالليل مع منتخب سلوفينيا 6:30. طبعا دي صور، وده الدكتور حسن مصطفى في ارض الملعب، حاجه جميله جدا جدا وحاجه فخر الحقيقه. يعني خبر زي ده يسعدنا ان نلاقي منتخبنا منتخب الكراسي المتحركه لكره اليد بيشارك على راس المنتخبات المشاركه، وزي ما قلت لحضراتكم ده ان دل فهو يدل على اهتمام الدوله المصريه دلوقتي باصحاب الهمم، وده حقهم علينا الحقيقه. بالعكس احنا اتاخرنا كثيرا في هذا الاهتمام، ودلوقتي الدولة المصرية كل الاتجاهات وكل الأمور دايما بتاخد يعني نصب عينها أصحاب الهمم. وإحنا في برنامجنا هنا الحقيقة كنا يعني برضو مهتمين بهذا الموضوع، وجالنا أمور كتيرة جدا، واستضفنا أبطال أفريقيا للكراسي المتحركة في كرة السلة اللي فازوا بيها في كينيا،
ونتمنى ان شاء الله المنتخب كره اليد ويجونا كمان. فاحنا الحقيقه هنا في برنامجنا مخصصين وقت كل فتره لاصحاب الهمم، وده حقهم لان هم ابطال. بالعكس ده هو بيتحدى الرياضه في حد ذاتها تحدي، ده هو بيتحدى المنافسات العاديه في الرياضه، وايضا بيتحدى الاعاقه او اي حاجه بتعطله. بالعكس هو عنده تحديين وبيقدروا يتغلبوها، فاذا هم فعلا اصحاب همم. منتخبنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم هيلعب تاني يوم بكره بالليل مع سلوفينيا، وبعدين هنلعب مع منتخب تشيلي يوم الجمعه، وفي نفس اليوم برضه هنلعب مع البرازيل الساعه 6:30. اما يوم السبت فهنلعب مع منتخب هولندا الساعه 7، وده شكله كده هيكون النهائي. يعني منتخب هولندا واحنا اقوى فرقتين. الحقيقه انا نفسي اتفرج على المباريات، يعني انا متشوق اشوف منتخبنا لكره اليد على الكراسي المتحركه. والحمد لله برنامجنا زي ما حضراتكم شايفين له السبق دايما، ان احنا يمكن هذا الخبر يعني احنا كنا حريصين يبقى معانا، ممكن مش هياخد حقه اعلاميا، ولكن احنا هنا الحقيقه شايفين الموضوع ده كويس، ودايما في اخبارنا اصحاب الهمم بينالوا جزء كبير جدا من اهتمامنا. طيب وبعدين هيتم ترتيب المنتخبات، والاول هيلاعب الثاني على الذهب والفضه، وبعدين يلعب الثالث والرابع على البرونز، والخامس هيلاعب مع السادس على المركزين الخامس والسادس. طبعا عشان قله اعداد الفرق المشتركه وعشان نزود اعداد الماتشات كان ده نظام البطوله. وزي ما شفتوا حضراتكم الدكتور حسن مصطفى بنفسه رئيس الاتحاد الدولي بيحضر هذه المباريات، ودي النسخه الاولى الحقيقه طبعا بطولة العالم للكراسي المتحركة، وده تحرك الحقيقة نشكر عليه الدكتور حسن مصطفى الحقيقة اللي عمل طفرة مش في مصر بس في العالم كله في كرة اليد. نفس الخبر الثاني أو الخبر الثاني اللي في نفس الاتجاه، وهو لأصحاب الهمم فراعنة الريشة لذوي القدرات الخاصة يصلون أوغندا للمشاركة في بطولة أفريقيا. امبارح وصلت بعثة منتخبنا الوطني الريشة الطائرة ولذوي القدرات الخاصة إلى أوغندا للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تتلعب في الفترة من 20 ل 24 سبتمبر اللي احنا فيه. منتخبنا بيضم في صفوفه 10 لعيبة، وهم شيماء سامي، ياسمين عيسى، محمد رشاد، عمر جابر، شيرين عادل، منى فارس، محمد شعبان، أحمد مجدي الدكروري، وليد عبد الغني، وجون خالد. منتخبنا بيدربه زكريا عبد القادر المدير الفني للمنتخب، ومعاه كابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة. ومن أيام كانت شيماء سامي وياسمينة عيسى لعيبه منتخبنا حققوا 5 ميداليات في بطوله اوغندا الدوليه واللي اتلعبت في فتره من 13 ل 18 سبتمبر اللي احنا فيه. شيماء كانت حققت 3 ميداليات ذهب، اما ياسمينة فحققت ذهبيه وبرونزيه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم خبرين اهو لذوي الهمم، وده زي ما قلت لحضراتكم بيمشي مع سياسه الدوله المصريه في الاهتمام. كل الدعاء وكل التمنيات بالتوفيق لفرقنا اصحاب الهمم. هنروح للعبه الجولف. في جولف في مصر، ولينا منتخب مصر كمان، ولعبه يعني الحقيقه بتنتشر بشكل جديد كبير وجديد. يمكن عايز اقول لكم ان احنا عندنا ملاعب جولف كبيره في مصر كتير مش قليله، وخاصه في الجونه كمان، وده اكبر سبب او اكبر دليل ان بطوله افريقيا هتتلعب في الجونه ومصر مشاركه فيها باذن الله. الاتحاد المصري للجولف برئاسه المهندس ايمن حسين اعلن قائمه منتخبنا الوطني اللي هيشارك في بطوله افريقيا للرجال، وهتتلعب في مدينه الجونه في الفترة من 26 ل 30 سبتمبر اللي احنا فيه. الحقيقة ملاعب الجولف شكلها يفتح النفس حقيقة والله. يعني طبعا القائمة ضمت عيسى أبو العلا، دين نعيم، عبد المنعم الشافعي، ماجد عبد التواب، وهيشرف على الفريق كابتن غسان قباني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي مؤخرا. البطولة دي هيشارك فيها عدد كبير من منتخبات أفريقيا، وهم 21 منتخب: جنوب افريقيا، المغرب، تونس، غانا، انغولا، زامبيا، زيمبابوي، وسيشل، واثيوبيا، واوغندا، وبنين، والجابون، وكينيا، وتنزانيا، وموريشيوس، وبوتسوانا، وسيراليون، والكاميرون، ونيجيريا، وناميبيا، بالاضافه الى مصر. تتكلم في 22 دوله هيشاركوا بالاضافه الى مصر، طبعا عدد كبير جدا. طبعا دول قائمه منتخبنا الوطني بالمدير الفني والمشرف عليه. طبعا الجولف احنا حبينا نجيب الخبر ده عشان احنا عندنا رياضه الجولف. الجولف الحقيقه رياضات يمكن مش شعبيه في مصر، ولكن زي ما حضراتكم شايفين 21 منتخب افريقي بيشاركوا في مصر. لا هي شعبيه وليها اهتمام كبير جدا في افريقيا، خاصه امريكا. تعرفين طبعا نجوم الجولف هم نجوم من الليفل 1 ونجوم الشباك في امريكا، لان هي الرياضه ايضا يعني تعتبر شعبيه في امريكا وبيتابعها الملايين. نتمنى ان شاء الله نشوف منتخبنا بطل افريقيا، ونتمنى كمان نشوف منتخبنا بيشارك في البطولات الدوليه. كده انتهت اخبارنا، هنطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل صفقاتنا الجديده او 2 من صفقاتنا الجداد في الكرة الطائرة رجال. هنستضيف الكابتن أحمد عزب اللي أتى إلى النادي الأهلي في صفقة أو صفقة انتقال حر من نادي بتروجيت، وهيكون معانا لويجي رانداستو اللاعب الإيطالي المنتقل للنادي الأهلي هذا الموسم، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لحضراتكم النهارده هيكون معانا صفقات الكره الطائره الجديده. في البدايه برحب بكابتن احمد عزب نجم النادي الاهلي واللي انضم دلوقتي النادي الاهلي قادما من بتروجيت في صفقه انتقال حر. اهلا بك احمد. اهلا بحضرتك، منورنا ومبروك في النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. مبروك، وكمان انت مشرفنا في القناه وسعداء بيك جدا جدا. وانا كمان والله سعيد جدا. بنرحب طبعا اللاعب الايطالي المنضم المحترف في صفوف النادي الاهلي واللي جاء قادما من ايطاليا، لويجي رانداستو. صح؟ I'm right. This is the name. It's okay. It's okay. بينفينو. مرحبا في قناة النادي الأهلي. بينفينو. Sorry but في البداية برحب بيك في قناة النادي الأهلي. Non sento bene. Okay. First of all, I would like to say welcome in Ahli TV channel. Thank you. And we are very happy that you are in Ahli club and of course in Ahli TV channel too. Thank you, thank you. Nice to Senor meet you. Luigi, I'm very happy to stay here, and for me it's a honor. Okay. أحمد أبتدي معاك، يمكن البداية كلمني لغاية بس ما نظبط الزوت مع لويجي في البداية، يعني انضمامك ازاي؟ مين اللي اتكلم معاك؟ وهل ده وليد السنة دي ولا كان في كلام قبل كده؟ وأنا في البداية أحب أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الكابتن ميدو. وكمان بشكر قناه النادي الاهلي انها خلتني ابقى مع حضرتك النهارده، مبسوط جدا فعلا. هو في الاول جه كابتن خالد ابو زينه، كنا ساعتها كنا بنلعب بطوله عربيه في الاستاد، كنت انا ساعتها بلعب مع فريق خيبر المهره. فجه بعد الماتش، كنا قايمين في مجموعه الاهلي، فبعد الماتش جه كابتن خالد ابو زينه كلمني في الاول، قال لي عندك النيه انك تيجي الاهلي. فاكر من سنه كام؟ 2018 غالبا. اللي كانت في استاد القاهره. تمام. قال لي عندك النيه انك تيجي الاهلي؟ قلت له طبعا. ف بعد كده ايه بقى، فضل من 2018 لحد السنه اللي فاتت كلام رايح جاي. كان دايما في فاكسات تتبعت لبتروجيت. بس انت كنت ماضي مع بتروجيت قد ايه؟ انا كنت ماضي سنتين. سنتين. كانت في فاكسات تتبعت لبتروجيت، بس كان دايما بيطلبوا ارقام كبيره وارقام تعجيزيه يعني. بس لحد انت تستحق بصراحه يعني، تستحق يا بامانه، لعيب جاي جدا بامانه، تستحق اي حاجه تدفع فيه. فبداوا يبعتوا فاكسات ولكن كان المفاوضات بتفشل بالظبط. لحد السنه اللي فاتت كابتن ميدو وبابا اتفقوا ان انا خلاص دي اخر سنه وانا هبقى مع حضرتك يعني. انا اصلا ماضي مع الاهلي من سنه. سنه من دلوقتي. طيب يعني ده كان حلمك بكل امانه؟ بكل امانه. دي كانت، انا كنت شايف ان دي بدايه يعني بدايه خطوه ليا هتنقلني لحته ثانيه خالص. يعني انت شايف النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى ستيب، بس ده محتاج منك مجهود يعني. الناس كاتبه لك حتى على صفحتي، محتاج مجهود منك، الناس منتظره منك الكتير. انت لعيب كويس جدا الله. ومن اسره كلها فولي بول يعني، يكفي ان انت والدك كابتن محمد عزب. كابتن يعني عزب، انا اسف، عزب انت احمد عزب، انا اسف بس احنا هنعتبره يعني احمد محمد عزب يعني. كابتن عزب طبعا، عزب الشرباجي من المدربين الاكفاء، وحاجه يعني مش محتاج اتكلم عنه، حاجه في الكره الطائره. فانت فعلا كلها كره طائره ان شاء الله، ليك التوفيق باذن الله. لويجو، تيل مي ذا ستوري فروم ذا بيجينينج. هاو دو يو جوين الاهلي؟ يس، لا نو، ذا ستوري جوينينج ذا اهلي كلوب. اوكي هاو يو ستارت نيجوشيشن وذ الاهلي اند how do you join Ahli club? Okay, I know all about this greatest team. بيترجم بيتكلم. It's a very big opportunity. One day my agent called me and told me, Luigi, it's a great. Who called you? My agent. Yes, he called me and told me, Luigi, there is a big opportunity for you out of Italy. In the greatest club, and always immediately I told him, sign the contract. For me it's a big honor. I'm very proud for playing this greatest team, and nothing, I'm very happy to stay here. You didn't think for a long time, just when you get this opportunity you say okay? Always, yes, immediately I told him. You accept the contract. Yeah, I accepted my contract, yes. خليني اقول لحضراتكم ان انا طبعا سالته في البدايه، هو ايه، قول لنا القصه ازاي انضميت من البدايه للنادي الاهلي. هو قال انه طبعا يسمع النادي الاهلي وعارف عن النادي الاهلي، واول ما اتعرض عليه العرض من وكيل اعماله انه عنده فرصه عظيمه جدا للانضمام لاكبر نادي في المنطقه او في الشرق الاوسط، النادي الاهلي. هو كان عارف النادي الاهلي وفورا بيقول immediately يعني في اللحظه انا وافقت
بالانضمام للنادي الاهلي ووافقت. قلت له خلاص ابعت لي الكونتاكت على طول. وده الحقيقه الاجابه دي بتدل على قد ايه يعني. طبعا قال كلام كتير ان لاعب بهذا الحجم ازاي يجي في مصر، ولكن ده انا بجيب لكم الكلام منه يعني. هو نفسه قال انا لا ايميديتلي انا وافقت وجيت وما كانش فيه تردد خالص ومضى العقود، ودي كانت بدايه قصته والانضمام في النادي الاهلي. خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، عندنا كلام كتير نقوله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن اوجه سؤال لويجي لاعبنا الايطالي المحترف بصفوف النادي الاهلي. لويجي يعني انت سمعت عن النادي الاهلي من قبل يعني، سمعت عن النادي الاهلي قبل ما تنضم له؟ نعم سمعت عن النادي الاهلي، سمعته كثيرا لا سيما في العام السابق، وهذا من في الاونه الاخيره. انا ارحب جدا باستضافتي في هذه القناه، والنادي الاهلي نادي كبير ونادي مشهور سواء في كره القدم وفي كره الطائره. اتفرجت على ماتشات للاهلي مثلا في كره القدم، في الفولي بول، اتفرجت على ماتشات سابقه للنادي الاهلي؟ لكرة القدم لا أتابع، لكن أتابع دائما الدوري الإيطالي وأتابع اليوفنتوس. أقلق دائما عندما أشاهد هذه المباريات كي لا تؤثر على مستواي. يعني أنت مشجع لفريق يوفنتوس في كرة القدم؟ نعم أشجع يوفنتوس، فيوفي فريق عظيم لكن لا يقل أهمية عن النادي الأهلي. طيب يعني انت كنت في الفاصل قلت لي انه صاحبك او زميلك اللي كان بيلعب مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت كان بيلعب معاك في نفس الفريق، صح الكلام؟ نعم في العام السابق في نهايه الموسم السابق جان رافائيل رحل عن الفريق قبل البطوله باوقات قليله. ايوه نعم. واتفرجت على الفاينل بين الاهلي والزمالك في المباراه السنه اللي فاتت، صح؟ نعم شاهدت هذا اللقاء الكبير. نعم يعني انا بس بحب اوضح لحضراتكم ان هو يعني هو جاي عارف النادي الاهلي، هو جاي وعارف اختياره كويس، هو جاي ليه، هو جاي النادي الاهلي وتابع كمان ماتشات النادي الاهلي. طب خليني اجي لك يا احمد، يمكن برضو يعني انت جاي في مركز أربعة. مركز أربعة ده مركز مهم جدا جدا في الفريق، ومركز يمكن انا بقول انه قلب الفريق وهداف الفريق بيكون بشكل كبير جدا. الموضوع ده محتاج، وطبعا في لعيبه كبار في هذا المركز لعبوا وبيلعبوا وتاريخ النادي الاهلي كله في هذا المركز كبير جدا. الموضوع ده محتاج بذل مجهود، انت جاهز لده ومستعد لهذا التحدي؟ طبعا يعني انا اصلا من حوالي سنتين مثلا او انا بقالي فتره طويله والدي بيجهزني ان انا اوصل للمرحله دي اللي انا فيها دلوقتي، وانا جاهز 100%. برافو. وانا قادر يعني اقدر اتحمل اي ضغوطات تبقى عليا، مش فارقه بقى سني كبير سني صغير، فانا جاهز لده من فتره طويله. يعني انت مستعد للتجربه دي من فتره، انت عايزها وجاهز لها ومستعد لها بشكل كويس جدا. طيب خلينا نتكلم عن الفريق، انت اتمرنت بقالك قد ايه دلوقتي في الفريق؟ حوالي شهرين. شهرين بقالك شهرين بتتمرن. طيب انت اكيد تابعت الدوري السنه اللي فاتت وطبعا شفت عدم توفيقنا وشايف الفرقه السنه دي ازاي؟ شايف الفرقه احسن يعني؟ قول لنا على دواخل برضو شهرين في المعسكر، انت شايف الفرقه بتتمرن ازاي؟ بنيت ايه؟ ايه اللي انتوا ايه الجديد السنه دي اللي ممكن نقدمه؟ وانا بصراحه السنه اللي فاتت انا ما كنتش يعني انا كنت كده الفرقه كلها اصحابي يعني واعرفهم واتفرجت على الدوري كله، بس ما كنتش اعرف يعني ما كنتش جوه قوي معاهم. بس دلوقتي انا شايف لا، ان الفرقه كلها روح واحده وكلهم عايزين يحققوا نفس التارجت، كلهم بيجروا ان هم يعوضوا اللي حصل السنه اللي فاتت. اي نعم يعني هو مش معروف عن الاهلي ان يحصل تضييع دوري وكاس في سنه واحده وكده، بس الحمد لله عوضوها بافريقيا. بس باذن الله السنه دي انا واثق ان كل حاجه في نيه ان احنا ان شاء الله يعني السنه دي يعني نرجع لسابق احدنا باذن الله. والتدريب شغال ازاي؟ هل بتمرنوا فترتين ولا فتره واحده؟ احنا كنا فتره واحده بس، خلاص كابتن ميدو خلاص بدا معانا فترتين، وبنتمرن دلوقتي حاليا 7 تمارين في الاسبوع. في الاسبوع ما شاء الله يعني برضو شغالين بشكل كبير، ولسه الدوري ما تحددش صح؟ لا ما تحددش يعني، بس هو في ناس بتقول في اول 11، الناس تقول اخر 10، بس هو لسه ما تحددش. حرام اللعيبه تقعد كل ده تتمرن، بس ان شاء الله موفقين باذن الله. لويجي يعني اسالك، انت جيت مصر قبل كده؟ هذه هي المره الاولى. ما رحتش حتى شرم الشيخ؟ سيما انداتو شرم الشيخ وارجادا تيبو كويستو. في الحقيقة أعرف هذه الأماكن جيدا وهي مشهورة جدا في كل العالم، لكن لم أذهب. طيب يعني أول ما جيت القاهرة، أنت بقالك قد إيه في مصر دلوقتي؟
أنا وصلت بالفعل من 22 يوما. طيب يعني كلمنا عن انطباعك عن مصر، بدأت تمشي الشوارع لما بدأت يعني تتعامل مع المصريين، تروح الأماكن، تخش مطاعم، يعني كلمنا عن انطباعك عن مصر أول ما جيت، إيه حتى الآن دلوقتي 22 يوم. أستطيع القول بأن هناك تجربة رائعة بمجيء إلى مصر، شعب كريم وطباع طيبة وعرق طيب، وأنا أستمتع بوجودي في مصر، هذا بالإضافة إلى أني فخور بمجيء إلى النادي الأهلي ومجيء إلى مصر بشكل عام. أنا ذهبت إلى مطاعم مختلفة والأكل أعجبني كثيراً، الأكل المصري، وجربت بعض الأشياء التي كان لدي الشغف لتجربتها، كانت تجربة رائعة حقاً. طيب يعني مثلاً نوع الأكل، هو طبعاً بيبقى أي لاعب بيروح محترف في أي مكان المشكلة الأولى اللي بتصادفه هي الأكل، لأن طبعاً أنت جاي من إيطاليا بكالتشر مختلف بأكل مختلف، فبتروح لبلد تانية. ايه الاكل اللي انت حبيته؟ ايه اسامي الاكلات اللي انت حبيتها؟ ايه اللي انت قلت لا دي اكله مصريه او يعني اورينتال فود مثلا انا عجبني ده، لا ما عجبنيش ده، ايه اللي جربته وعجبك في الاكل المصري؟ بالنسبة للأسماء لا أعرف الأسماء من المأكولات التي أكلت منها، لكن رافقت بعض الأصدقاء ودخلت بعض المطاعم، أكلت اللحم في شيء هكذا، الكريب المصري، وكانت هناك اشياء يعني جميلة. طيب يعني في اكلات زي الكشري والملوخيه، ما اعرفش اترجموها ازاي بقى يا جماعه، في اكله زي الفول والطعميه، يعني الاكلات بقى الاورينتال قوي بقى، مش ده اورينتال اورينتال، يعني هل جربتها ولا لسه؟ لا لم أجربها بعد، أنا رأيتها فقط في المطعم لكن خفت أن أكل منها. انا عايز اقول لك ما تقلقش جربها، بص هتبقى في حته تانية انا بقول لك. طب انتوا احمد طب انتوا رحت عليك الكشري والله اتفقت عليه. طب ما جربتوش انتوا كلاعيبه تاخدوه تاكلوه ولا انتوا قلقانين تخشوا في الحته دي؟ لا بس هو كان دايما في الاول، هو كان يعني لسه ما خدش على الوضع وكده، فكنت دايما اقول له ممكن اعدي عليك في الاجازه اوديك الاهرامات كده، ونفسي اروح الاهرامات اصلا، يعني ما كانتش بتيجي قوي يعني ما بتظبطش. لكن اكيد الفتره الجايه احنا التمرين صبح وليل وقاعدين بقى يعني فاضيين في نص اليوم، هاكله كشري وهاكله كل حاجة. بس بالراحه واحده واحده مش عارف ممكن يعني يبقى الموضوع يعني بيبقى صعب غير تعيين الاكل ده ممكن. ايوه طبعا واحده واحده. طيب يعني يمكن انا حاسس ان هو يعني لويجي يعني سو فريندلي، يعني انت حاسس ان انتوا قريبين من بعض جدا مفيش ازمه دي حقيقة. كلمني يعني انت حاسس ان هو غير كده كمان، هو اصلا قبل ما يجي النادي وانا كنت عارف ان هو جاي، فانا دخلت كلمته على انستجرام وهو كان يعني كنت حاسه لذيذ وكيوت كده جدا فعلا بصراحه. بس والفرقه كلها حباه عامه، يعني ما افتكرش ان مفيش حد من الفرقه، دايما في التمرين كله بيهزر معايا كله بيضحك معايا، شايف ما شاء الله وهو يعني وهو جميل بصراحه، احسن المحترفين اللي جم روحا. دي حقيقة فعلا. طب لويجي يعني اسالك يعني تقييمك للفريق، انت جيت اتمرنت معانا حوالي 22 يوم، شايف فرقتنا مستوى الفني ايه؟ طبعا انت جاي من ليفل عالي في اوروبا ايطاليا كمان، هم يعني زي ما بيقولوا الماسترز في الـ في الـ في الكره الطائره، شايف مستوى فرقتنا زي الفني بكل وضوح بكل صراحه يعني. أنا وصلت ووجدت فريق بالفعل رائع، ومستواه التكنيكي ومستواه رائع جدا، سواء بالنسبة للاعبين أو بالنسبة للمدير الفني، فهذه وجدت فريق بالفعل متميز ويتميز بالعديد من الأشياء التي تخصه عن غيره، وأتمنى أن أحقق الكثير من الإنجازات مع فريق الأهلي وأن أكون إضافة جيدة لهم هذا العام، وبداية من هذا الوقت أتمنى أن أكون. يعجبني أيضا القناة والجمهور الأهلي يعجبني كثيرا أيضا، وحقا جمهور رائع أيضا مثل الفريق، كذلك أيضا بالنسبة لفريق كرة القدم الأهلي، فهو دائما فريق رائع وله تاريخ في الكرة، سواء في الكرة القدم أو في الكرة الطائرة. تمام يعني، بس برضو ده في دور عليكم انتوا برضو احمد، ماتشات الكوره طبعا يعني بتابعوها لازم. أيوة عليكم دور كزمايله في الفرقه يعني. طب خلينا اتكلم معاك يا ابو حميد عن، انت طبعا كنت من ناشئين بتروجيت، اتكلم معاك في حته تانية، كنت في ناشئين بتروجيت صح ولا انا غلطان؟ كلام هو انا اصلا انا يعني انا بدات فولي في الاهلي
في الاهلي. وبعد كده انتقلت لبتروجيت في الناشئين لان انت ليك اخ بيلعب في بتروجيت حتى الان لسه. زياد لسه بيلعب في بتروجيت صح؟ طيب في على مستوى الناشئين شاركت مع منتخبات، شاركت مع بطولات افريقيا، يعني كلمني برضه عن الفتره دي لان احنا مش شايفينها كويس. انا اقول لحضرتك انا اصلا لما بدات فولي انا كنت قصير جدا، كانت دايما المدربين عندنا في تروجيت كانت دايما مش مقتنعه بيا خالص اصلا، وكانت دايما تقول لوالدي لعبوا لعبه ثانيه، ده ولا هيطول ولا هيبقى عنده الامكانيه ان هو يلعب فولي. كان في بقى كابتن احمد طنطاوي هو بصراحة اللي كان متنبأ لي يعني ان انا هبقى حاجة كبيرة، هو ووالدي. وهو اشتغل عليا في فترة كبيرة قوي في الناشئين، بعد كده بقى ايه والدي بقى مسكني لحد سن لحد دلوقتي حاليا. هو بقى اللي شغال معايا. بس قلت حصل طفرة في ما ساعتها بقى احنا كنا متجمعين في منتخب 19 سنة مع مستر كارميلو كان مدرب ايطالي. كنت رايح المنتخب ليبرو، راح جه قال لي لا انت هتلعب اربعات، انت هتطول وهتبقى مستقبل مصر. كان ساعتها معانا كابتن حسن حصري برده. ساعتها بقى كانت بدايتك الحقيقيه بقى. دي كانت بدايه الحقيقيه، دي كانت اول خطوه ليا ان انا اصلا ابقى يعني ابتدي ابص للفولي من نظره تانية، بدل ما كانت لعبه وهوايه لا بقت مستقبل ونفسي احقق فيها حاجه ونفسي ابص للاحتراف وابص ان انا ابقى موجود دلوقتي في النادي الاهلي وكده. طيب خليني برضو اروح للويجي اساله عن الفريق، يعني شايف لو منتخب او النادي الاهلي، طبعا هو ممثل افريقيا ما بيشاركش في بطوله العالم للفولي بول، ودي حاجه الحقيقه بتزعلنا لان النادي الاهلي دايما بياخد او بشكل كبير بطوله افريقيا وما بيشارك. شايف النادي الاهلي لو شارك في بطوله العالم للفولي بول للانديه طبعا وتم دعمه بشكل جيد، ويعني هل ممكن ينافس ويبقى منافس قوي للفرق الاوروبيه هناك ولا لا؟ بالنسبة لي استطيع ان اقول انها انه فريق جيد ويستطيع ان يحقق كثير من الانتصارات لا سيما بعد التدريبات الأخيرة، وكل اللاعبين يؤدون بمستوى رائع جدا. أنا متأكد أن الفريق سيحقق فوزا عظيما إذا شارك في هذا المونديال. طيب انت طبعا اكيد تابعت صفحاتك انت الخاصه الشخصيه على السوشيال ميديا، وبعد اعلان توقيعك للنادي الاهلي الفولورز بتوعك على السوشيال ميديا حصل يعني من جمهور الاهلي حصل هجوم كبير من جمهور النادي الاهلي طبعا على صفحاتك ودعمك بشكل كبير جدا. هل الكلام ده يعني فرق معاك؟ حسيت ان هو حاجه جميله ان جمهور النادي الاهلي يعني بيدعمك بهذا الشكل؟ سي بالنسبة لي هذا شيء جميل. أنا أحب أن أتعامل مع الجماهير وأحب من أوناكوزا، شيء بالنسبة لي شيء رائع جدا أن أرى هذا الجمهور أن يحتفل بهذا الاحتفال العظيم، هكذا يجعلهم يشعرون بقيمتي وبأنني سأحقق الكثير، وهذا ما سيدفعني فيما بعد أن أحقق الكثير من الفوز في المباراة مع الأهلي. طيب خلينا أتكلم عن توقيعك للعقود في العادي مع اللعيبة المحترفين. العقود بتجيلك يعني بالميل واتيفر، بتجيلك إزاي وبتمضي عليها وتبعتها؟ وطبعا أنت كنت في الأوف سيزون وفراحة وكل حاجة، ولكن حصل أنباء قال لك ده تأخر ومش جاي والكلام ده كله وبتاع، ولكن أنت طلعت جاوبت على السوشيال ميديا وجاوبت على صفحاتك أن أنت موجود في النادي الأهلي. تابعت الموقف ده؟ حسيت كان جماهير النادي الأهلي قد إيه مشتاق أن أنت توصل ولا لا؟ أنا تابعت قليلا ليس كثيرا جدا، لكن تابعت ما قيل فيما يتعلق بهذا منذ أن أعلن هذا الخبر، وأنا قررت أن أظهر وأقول لهم وأحقق الخبر لديهم وأؤكد الخبر. أنا عندي دائما رغبة في الانتصار، ولهذا السبب أنا سعيد جدا بتواجدي مع الأهلي. يمكن انت قلت كلمة حلوة كمان انه انت بتحب الانتصار، وجماهير النادي الاهلي دايما يعني هي لا تعترف غير بالمركز الاول، فشايف ده بيبقى بريشر على اللاعب او ضغط على اللاعب، ولا شايفه حاجة كويسة ان ممكن الجماهير اللي ما بتقبلش ابدا بالمركز التاني ده يكون حاجة دافع للامام او يشجع اللاعب او يبقى حماسي اكتر اللاعب؟ شايف ده ازاي؟ سي برمي ونا كوسا بوانا. نعم بالنسبة لي شيء جيد، انا ايضا بالنسبة لي احب ان اكون في الصدارة وأحب أن أحصل دائما على المركز الأول في المباراة، فأنا اعتدت دائما أن أكون في المركز الأول وهذا شيء يعجبني جدا. فريق في المركز الأول ولاعب في المركز الأول، أحقق أننا أعتقد أننا سنحقق شيئا جيدا
في هذا الفريق. نعم، ويعجبني لاعب الأهلي على الإصرار والعزيمة التي لديهم والإصرار دائما على الصدارة على المركز الأول دائما، سواء أيضا في كرة القدم أو في كرة الطائرة. ان شاء الله اكيد، واحنا متفائلين جدا جدا بوجودك، وان شاء الله باذن الله يعني السنه دي هتبقى سنه سعيده جدا. انا شايف الروح مختلفه جدا بصراحه. وانت طبعا سمعت عن، اكيد زي كلنا سمعنا عن انضمام اللاعب الثالث اللي هو البورتوريكو طبعا يوندر جارسيا اللي هو الكوبي اللي انضم للفريق. شايف برضو ده اضافه لبروهات طبعا هتعلي عندنا الاستقبال والدفاع بشكل كبير. اكيد، بالاخص ان احنا دلوقتي كان عندنا محمد رمضان هو احسن ليبرو في افريقيا طبعا، يعني انا شايف ان هو ما يقلش عنه حاجه، بس كان لازم يكون معاه حد برضه. كان لازم يكون معاه حد طبعا، رمضان طبعا. فشايف ده اضافه كويسه اكيد في الدفاع، وخاصه طبعا الفرقه الثانيه بقت بتعمل حاجه يعني، او المنافسين بقوا يجوا على الدوري المهم، يروح جايب اثنين اجانب جامدين، بيبقى سيرفات قويه، بيبقى ضرب قوي، فانت محتاج اكيد ليبرو كويس. اكيد طبعا. طيب خلينا نتكلم عن يعني اقرب واحد ليك في الفرقه. انت طبعا لما جيت بيبقى اكيد في حد في سنك، في حد قريب منك، في حد بتاع هتقعد معاه في الاوضه في المعسكرات، وده طبيعي كلنا كنا كده. مين اقرب واحد ليك كده؟ هو والله هو اصلا انا قبل ما اجي النادي كان يعني في كذا حد انا كنت اعرفه، يعني كنا اصحاب جدا، مثلا زي عصران وسعيد احمد سعيد ومحمد رمضان وناس كتيره قوي، لكن بجد اللي حبيته قوي يعني اكتر، انا يعني كنتش بتعامل معاهم كتير وكده، في كابتن صلاح، كابتن عبد الله، عبد الرحمن حسيني في سني. طب يعني يوسف حمدي الصافي ليه يعني على اتصال بيه؟ طبعا كان معايا اصلا في بروجكت، لعب معايا سنه في بروجكت قبل ما يطلع فرنسا. لسه على اتصال بيه لغايه دلوقتي يوسف؟ اكيد طبعا، ومتابع. وانتوا الاثنين كنتوا في منتخب واحد وكل حاجه وبتاع. طيب يعني بتهيألي انت مش حاسس، يعني كلامك كده انت مش حاسس بالغربه؟ لا خالص، يعني حاسس انت في فرقتك خالص. وعاجبني الاراده اللي انت فيها وازاي انت بتفكر يعني تطور من نفسك. طب ايه اللي انت شايفه يعني محتاج تشتغل على نفسك فيه اكتر؟ شايف ان انت ايه يعني دايما اللعيب بيبقى عنده هدف يوصل، هشتغل نفسي عشان عاوز اوصل لحاجه. هل حصولك مع النادي الاهلي ولا بفكرتك ان انت تحترف؟ خلاص انت ليك اخ محترف بره مارس، هل الاحتراف في دماغك؟ هل النادي الاهلي لو ظهرت فيه وجاتك عرض كويس تطلع؟ هو يعني الموضوع بصراحه مش في دماغي دلوقتي، على قد ما انا في دماغي ان انا اعمل الاول كارير ليا في مصر، واعمل ارضيه ليا في مصر مع النادي الاهلي، وساعتها لو هيبقى في اي طريق للاحتراف هيبقى عن طريق النادي برضه. برافو عليك، برافو، صح، كلام جميل. لان انت شهاب اخوك صح في بولندا، مظبوط؟ شهاب بيلعب في بولندا، بولندا من الدول الكبيره في الفولي بول يعني. فواضح انه ما شاء الله كمستوى شهاب جيد يعني. فانت اكيد نفسك، شهاب اكبر منك صح؟ شهاب اكبر مني سنه. بكام سنه؟ سنه واحده. انتوا تقريبا نفس السن ان شاء الله. فانا قصدي اقول ان يعني انتوا كعيله عندكم الطموحات دي يعني ما شاء الله عليكم. طب اكتر نصيحه دايما بابا بيوجهها لك ايه؟ يعني اكتر حاجه دايما بابا يقولها لك قبل كل ماتش او ياكد لك عليها؟ دايما يقول لي، هو عامه مش قبل كل ماتش بس، هو دايما يقول لي خلي صبرك طويل، اهم حاجه الصبر. لعبتنا عايزه صبر. صح، صبر، ما تيأس بسرعه، ما تزهقش بسرعه، ما بتخليش عشان تاخد مكان كمان. بالظبط، بس تصدق نصيحه مهمه على فكره، دي حاجه كويسه جدا. خلي، وانت في العادي بتنفذ ولا صبرك قليل؟ لا بصراحه صبري قليل، بس بحاول انفذ. يعني يعجبني الاعتراف بالحق، بس بتمرن نفسك. بحاول تمرن نفسك على ان يبقى عندك صبر وما تيأس. يعني مش قصدي بالشأس، مش بس يأس، يعني ماتش وحش خسرناه، بطوله مثلا تعرضنا فيها للمطب، قصدي الصبر كده. لا انا اصلا انا دايما، هو دايما بيقول لي كده ليه؟ عشان انا دايما بلجا له، بقعد اقول له مثلا لا قدر الله خسرنا، فاروح بقى اقعد اشتكي له، لعبت وحش اقعد اشتكي له، حتى لو لعبت كويس ولا حاسس ان انا عندي احسن فاروح اقعد اشتكي له. كان دايما يقول لي خلي عندك صبر، واحده واحده وكده. صحيح والله، وانا نفسي استفدت من النصيحه دي. طيب لويجي، يعني يمكن اجي لك سؤالنا هنا عن زمايلك. انت طبعا جيت بقالك 22 يوم، فاكيد حصل كونتاكت بينك وبين زمايلك واصحابك هناك الفتره دي. هل سالوك الدنيا ايه؟ هل سالوك الوضع ايه في مصر؟ يعني سالوك، يعني كانوا متشوقين يعرفوا تجربتك، ولا ما حدش سال ولسه مستنين وقت اطول عشان تقيم التجربه؟ سي نعم. بارليامو، نتحدث كثيرا ايضا. نعم، ونحن اصدقاء جدا منذ ان اتيت الى مصر، وهم يرحبون بي وانا اسعد بتواجدي معهم، ونتحدث دائما عن ايطاليا او عن الدوري الايطالي والفرق بين الكره الايطاليه والكره المصريه، ما بين الفرق الايطاليه والفرق المصريه. اعتقد ان هذا مهم جدا لدعم التوافق بين الاصدقاء. طيب انت يعني احنا عندنا عبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق في النادي الاهلي، احترف في ايطاليا، لعب سنه او اثنين. هل تتذكر ان هو طبعا يمكن ممكن يكون في فارق سن شويه وقت سابق، هل فاكر لعب امتى ولا يعني فاكر التجربه دي او كلمك عن التجربه دي؟
السلطة مندسي. نعم بالطبع حدثني عن هذا. نعم وكان مشهور جدا في إيطاليا، فهو كابتن كبير وله جولات كبيرة في مع الكرة معنا، وتحدثنا وكان هو يحب التحدث معي، وأنا استفدت بتجربتي الرائعة في إيطاليا وسررت كثيرا بتواجده في منشأ إيطاليا. طيب يعني يمكن السؤال دايما بيطرح نفسه، كل لاعب بيبقى بيدور على في كاريره على يعني إنجاز جديد أو خطوة جديدة أو تجربة جديدة، إيه اللي أنت كنت بتدور عليه في تجربتك مع النادي الأهلي أو اللي أنت وافقت عشان تيجي النادي الأهلي؟ إيه التجربة لما تعرض عليك؟ إيه الفكرة أو إيه أول حاجة في دماغك في التجربة؟ يعني إيه اللي كنت بترمي وراه أو عايزه من تجربة النادي الأهلي؟ إذا أنا حقيقة أقول أنا لازلت شاب صغير وأريد أن بعد سنوات كثيرة أردت أن أغير حياتي بشكل كبير، وبالفعل كان هناك تحول جذري سواء في التمرينات سواء في الكرة أو سواء في حياتي الشخصية. أنا كما قلت لكم سابقا أنا أحب دائما أن أستمر في الانتصارات وأحب أن أكون في الصدارة وأن أكون في المركز الأول، لهذا وافقت على عرض النادي الأهلي. الأهلي فريق كبير. طب بتفكر في وقت من في وسط الموسم مثلا تدعو عيلتك تيجي تحضر معاك المباريات تقعد معاك فترة في القاهرة ولا ما رتبتش لده دلوقتي؟ نعم أرسلت إليهم دعوة وسيأتوا إلى مصر قريبا، وأنا سعيد جدا بهذا لتواجدهم، وأيضا هم كانوا يريدون أن يعرفوا عن مصر ويروها من قبل كما يسمع عنها في وسائل الإعلام أن مصر دولة كبيرة، وإحنا منتظرينهم إن شاء الله، وأكيد يعني يا رب إن شاء الله يستمتعوا بإقامتهم هنا وهيكونوا أكبر مشجعين ليك أكيد، يعني هيكونوا في المباريات أكيد أهلك أو عيلتك هيكونوا أكبر مشجعين ليك. طب أحمد أجيلك برضو، يعني يمكن أنت عارف في الـ في الـ في الـ في الفولي بول، خلينا نتكلم بكل أمانة، هي المنافسة بين قطبين أكيد. معلش يعني إحنا كل احترامنا لكل الفرق وطبعا ده موضوع ما فيهوش كلام، ولكن هي المنافسة ما بين قطبين، ويعني الموسم ما بقاش بشكل أو آخر بيطول أو بيقصر، بس في الآخر بتصفصف على الآخر. خلينا نتكلم بأمانة أهلي وزمالك الآخر. يعني شايف رؤية فنية كده، شايف فرقتنا السنة دي، وبرضه مش عيب ان احنا نتكلم عن المنافس ونقول استعدادات واحنا بنستعد ازاي، مش عيب يعني، شايف احنا استعدادنا السنة دي بشكل جيد؟ هل الفريق انت بص برضه على المنافس شايف احنا ماشيين كويس ولا لا؟ انت تقييمك كلاعب؟ لا بصراحة انا شايف ان احنا ماشيين كويس جدا، وعكس السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان معانا مثلا كان في الاهلي محترف، احنا السنة دي معانا اثنين محترف، السنة دي كمان جودته احسن. بعد اللي حصل السنه اللي فاتت اللعيبه حاسه ان هي دست على نفسها اكتر، عايزه تحقق حاجه. بالظبط، عايزه ترضي الجماهير يعني عامه، بسبب ان يعني افتكر ان اللي حصل السنه اللي فاتت ما كانش مرضي يعني. والمنافس برضه اكيد بيستعد جامد ولعب بطولتين وبتاع، احنا جاهزين وان احنا بنحاول بشكل او اخر، وشايف السنه دي كمان جوده المحترفين ليبرو منتخب بورتوريكو وكمان كوبا انا اسف ويعني ولاعب كبير ايطالي موجود معانا، فاكيد ولاعب دولي اكيد ده طبعا بيفرق كتير جدا طبعاً. الشكل هيبقى مختلف. طيب خلينا نتكلم عن بطولات افريقيا، يعني انت ما شاركتش قبل كده، شاركت مع منتخبات بس، هل انت املك ان تشارك في بطوله افريقيا السنه دي وتحصل على اللقب ده؟ وانا نفسي بصراحه، يعني دي اكتر بطوله انا قبل ما اجي الاهلي اصلا وانا دايما بفكر فيها ان انا نفسي اشارك فيها. اشترك في افريقيا، حابب ان انت تروح افريقيا وربنا يكرمك تاخد احد الكؤوس الفرديه برضو، حقك وده طموح يعني شرعي. طيب خلينا نتكلم عن بطوله العالم، انا كان سالت برضو لويجي عن بطوله العالم، وهل انت حابب تشارك بطوله العالم؟ يعني انا سامع اخبار ان ممكن السنه دي وفي بطوله عالم في الصين واحتمال النادي الاهلي يشارك، يعني في اخبار احنا كده بنقولها في الكواليس ما تبقاش يعني دقيقه لان هي بتبقى عباره عن اخبار كواليس، شايف ده ازاي؟ يعني لو اشتركنا هل ممكن نعمل حاجه؟ هو بصراحه يعني كل حاجه موجوده في النادي زيها زي اي نادي اوروبي. يعني انا شايف يعني انا لما كنت قبل ما اجي هنا النادي انا كنت اقول انا عايز اروح الاهلي عشان الاهلي زيه بره. انا بلعب في الاهلي، انا نادي مصري وانا مصري بس انا محترف، حاسس ان هو جو احتراف يعني بالظبط، نادي كبير مش ناقصه حاجه يعني. ليه لا نروحش بطوله العالم وليه ما نروحش نكسب ونعمل؟ لسه لويجي بيقول ان احنا روحنا النادي الاهلي على مستوى كبير بالزبط. ويقدر يعمل مباريات كويسه جدا، بس عاجبني فيك الطموح بصراحه يا محمد. يعني انا اتكلمت مع والدك اكتر من مره، ما شاء الله انت عندك طموح وعندك ويلنج كويس جدا، اتصور ان شاء الله يعني العين اللي انا شايفها والويلنج ده، لا انت ان شاء الله هتعمل يعني هتعمل فرق مع النادي الاهلي، اتمنى لك وربنا يبعد عنك الاصابات يا رب ان شاء الله. طب لويجي يعني يمكن اسالك على يومك في اليوم العادي بتقضي ازاي؟
يعني هل اقامتك بعيده عن النادي الاول ولا لا؟ وبتقضي يومك ازاي؟ بتصحى من النوم اليوم بتقضي ازاي؟ احكي لي يعني. Diciamo che io mi sveglio presto. اقول انا استيقظ دائما مبكرا، انا احافظ على هذه العاده منذ الصغر. Piace andare a fare la spesa. يعني بتصحى الساعه كام تقريبا؟ مبكر الساعه كام اللي هو؟ otto e mezza, nove. الثامنة والنصف في الاغلب استيقظ دائما مبكرا، اقوم بعمل الافطار، اشرب الكافيه، ثم اذهب الى التسوق. واعتقد ان هذه منهجيه رائعه للحصول على مستوى بدني رائع وعلى لياقه بدنيه عاليه. واعود دائما، هذا هو يومي باختصار، اذهب للتسوق اثناء اليوم، ممكن ان اقوم مثلا بعمل شيء جديد، اتحدث مع الاصدقاء وما شابه. مشوارك للنادي الاهلي يعني بتاخد يعني في اجانب شفتهم او محترفين معانا كانوا يحب يتمشى، يمشي للنادي الاهلي، ينزل من البيت يروح ماشي النادي الاهلي، وفي ناس كانت بتحب تركب مثلا مواصله، تاكسي، عربيه، اي حاجه. انت بتحب ايه؟ بتحب تروح ماشي ولا تحب تروح بعربيه، ولا يعني العاده بتاعتك ايه في الموضوع ده؟ هذا نعم، أنا أحب دائما المشي كثيرا، ولا أستطيع أن أصنع غير المشي، غير صحي أن أخذ تاكسي، وهذا غير مريح بالنسبة لي. فالمشي هو أفضل شيء ممكن أن أقوم بعمله في الذهاب إلى النادي أو الذهاب إلى التسوق أو أي شيء. Very good, very good day. أوكي أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل، عندنا كلام كتير نقوله مع لويجي وأحمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه، السنه دي الحقيقه في ميركاتو كبير جدا، يعني زي ما قلت حضراتكم بيقودوا طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في الالعاب الاخرى، وطبعا من بعديهم بيجي الكابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي الكفء، الحقيقه اللي هو ما بيدخرش جهد لا بمجهود ولا بوقت ولا بصحته ولا باي حاجه عشان يحط النادي الاهلي في حته ثانيه. وطبعا يعني الكلام ده بيبان من الصفقات وبيبان من الاهتمام، الصفقات ونوعيتها وتوقيتاتها وده الكلام. يمكن احمد اجي لك استكمال يعني لاسئلتنا. النادي الاهلي فيه ثلاث مستويات او ثلاث اعمار طبعا، كباتننا واساطيرنا الكبار كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح، النجوم الكبار اللي احنا بنعتز بيهم، والحقيقه اللي هم يعني اسعدونا سنين طويله، ده جيل ولسه بيأدي وبينتج حتى الان. في جيل وسط وفي جيل صغير، انت تعتبر نفسك من انهي جيل؟ لا الصغير. جيل صغير. مين جيلك؟ مين شايف المجموعة اللي في نادي الأهلي بعد إن شاء الله عمر طويل يا رب نجومنا وأساطيرنا، مين اللي هيكون شايف في المستقبل من الجيل ده؟ مين اللي موجود وأنت حاسس إن هو هيبقى جيلك في وقت من الأوقات في السن ده؟ يعني الحسيني مثلا معاك؟ عبد الرحمن الحسيني. أنت؟ وفي هيبقى في محمد سعودي. أصلهم برضو سعودي معاك؟ في سعودي ومحمد رمضان. محمد رمضان. اعتقد برضه احمد سعيد. احمد سعيد يعتبر مش كبير هو، لا ده احمد سعيد في الجيل الوسط يعتبر. ايوه في الوسط يمكن. انما الجيل الصغير في عندك بقى اللي طالع، وفي زياد اسامه من زياد تحت أسامة، وفي حمزه الصافي، في ناس كتير. يعتبر ده الجيل اللي بعد خمس ست سبع سنين، يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحه وطول العمر، ده هو ده الجيل اللي هيبقى أكيد. مع عوده برضه المعارين اللي طالعين بره، صح ولا لا؟ يعني ده هيبقى الجيل هو اللي شايل. وخليني اقول ان ده ميزه في النادي الاهلي، انت عندك ثلاث اعمار، صح ولا غلطان؟ مظبوط. يعني بيفرق ايه؟ بيفرق ان كل سن بينقل خبره للي تحته. يعني انا اول ما رحت الاهلي كان كنت عارف كل الناس، بس كان في برضه رهبه للنادي الاهلي كده، نادي كبير وبتاع. بس بصراحه كابتن عبد الله وصلاح ما حسسنيش باي حاجه، حسيت ان بجد حسيت ان انا بقالي كتير جدا بلعب في النادي ده، بالرغم يعني ان انت بتلعب في نفس مركز احمد صلاح صح والدنيا، ولا بتلعب في مركز تاني؟ بقى في مركز تاني، بس مركز تاني بس. هو كلاعب كبير هو اثنين، انت بتلعب اربعه. هو يعني احتضنك بشكل كبير، وبالرغم من فرق السن اللي ما بينكم، بس انت ما حسيتش بغربه؟ لا ما حسيتش بغربه، بس دي حاجه ايجابيه على فكره. يعني دي حاجه كويسه جدا للفريق. يعني انا مسافه اسبوع بالظبط انا كنت حاسس ان انا اصلا انا من الفرقه، حاسس ان انا لا بقى لي فتره طويله في الفرقه، مش اسبوع بس. طب شايف ايه اللي بيميز مركز اربعه؟ يعني مركز اربعه ايه المهم اللي انت شايفه، الدور اللي لازم يكون السنه دي مفيش هزار، لازم يأديه باكمل وجه؟ لا احنا الحمد لله كده كل الفرقه ضريبه، كل الفرقه تقدر صحيح. تخلص الكوره صحيح. احنا اهم حاجه عندنا الاستقبال، يعني شايف الاستقبال عليك. اهم نقطه في مركز اربعه. يعني انت جبت بصراحه نقطه مهمه جدا، برافو عليك. وهو ده السنه اللي فاتت اللي كان فيه ازمه شويه، ما كناش متوفقين فيه، بس احنا استقبلنا كويس، ما كناش فيه. شايف ان احنا لو استقبال ظبط كتير جدا، احنا فرقتنا كلها عندها يعني نزعه هجوميه كويسه جدا. بالزبط. انما الاستقبال لا، الاستقبال لو تعالى هتحطنا في حته ثانيه. صحيح بالزبط. الكلام ده؟
طيب هل بتدي هل كابتن ميدو بيدي وقت طويل لتمرينات الاستقبال؟ احنا غالبا بيبقى في تمرينه كامله على الاستقبال، يعني تمرينه الصبح دي بتبقى لمهاره واحده بس، احيانا تبقى بلوك، ممكن تبقى استقبال، تبقى ديفنس، فاكيد يعني انا شايف ان لا بيبقى ليها وقتها ووقت حلو، يعني وقت كافي. دي حاجه تسعدنا ان احنا نحط ايدينا على المشاكل، يعني طالما انا عارف المشكله عندي فين اكيد هتتحل. مزبوط. اكيد بشكل كبير هتتحل. لويجي يعني اسالك بعد التمرين، بعد تمرينك في العادي يعني هل قعدت في النادي الاهلي في الجزيره؟ ان طبعا انتوا بتمرنوا على الصاله الكبيره في اهل الجزيره، هل بتقعد في النادي شويه ولا بتخلص وتخرج مع اصحابك وتروح البيت؟ يعني كلمني عن يومك بعد التمرين. سي دوبو الاليمينتو مي فيرمو سبيس، قليلا ما اخرج خارج اسوار الاستاد، لكن يعجبني هذا، نذهب لاخذ القهوه واذهب للتمشيه مع الاصدقاء والتحدث معهم عن الاهلي وعن مستوى الاهلي، وهم اصدقائي جدا الان. طيب قول لي، يعني اكيد اول لقاء بينك وبين كابتن محمد مصطفى حميدو المدير الفني اكيد طلب منك امور فنيه، بعد وقت قاعد معاك طلب منك وظائف معينه، امور فنيه معينه، ايه ابرز الامور الفنيه اللي طلبها منك كابتن محمد مصطفى حميدو؟ دائما هذا صعب في هذا الوقت، لم يطلب مني دورا معينا ولكن هو ساعدني كثيرا، هذا ما قاله لي المدرب. وأنا كإنسان غريب لأول تجربة لي مع النادي الأهلي، فبالطبع هو لا يحمل علي كثيرا. ما الشيء المهم بالنسبة لي في هذا الفريق؟ farli sentire sicuri che c'è un buon giocatore al loro fianco e اجعلني اتواصل مع الاصدقاء وايضا تبادل الخبرات بيننا. نعم، ويمكن زي ما انتم شفتوا اعزائي المشاهدين، يعني هو كابتن محمد مصطفى حميدو عارف، يعني طبعا يعني اكيد بكلامه وتوجيهاته لاحمد غير كلامه وتوجيهاته كمان لويجي، لان طبعا كل لاعب وخبراته بتفرق، الموضوع يعني بيبقى ليه حاجات معينه. طبعا هو لسه ما طلبش منه زي ما هو قال اي امر فني حتى الان، ولكن التمارين والامور دي بعد وقت هيبان كل واحد دوره ايه، وطبعا ده حاجه مفروغ منها، لان الفرقه الكبيره يبقى فيها لعيبه كبيره جدا، بيبقى الوضع يعني زي ما انتم شايفين، المهم تتمرن وتأدي دورك، وبعد كده اثناء المباريات هطلب منك ايه اللي مطلوب. طيب يعني حابب تروح ماتشات الكوره للنادي الاهلي؟ يعني لو في مباريات او حاجه حابب تروح ماتشات الكوره للنادي الاهلي ولا مش في دماغك دلوقتي؟ يعني انت كنت بتحضر اليوفنتوس ومهتم بيوفنتوس، هل لو في ماتشات كوره مهمه للنادي الاهلي هتحضر؟ نعم يعجبني الذهاب لمشاهدة مباراة، وهذا أيضا كنوع من الترفيه وكنوع من الخبرة بالنسبة لي، أنا أحب دائما أن أشاهد هذه المباريات، وبالفعل قبل ذلك شاهدت مباراة للأهلي فهذا يعجبني كثيرا. طيب يمكن كنا بنتكلم في فاصل عن مستر أجوستي بوش المدير الفني الأسباني لكرة السلة، وبيبقى التمرين يعني بتاعكم بعديهم قبليهم على نفس الملعب، اتكلمتوا مع بعض، هل دار بينكم من بعض حوار مع مستر أجوستي بوش؟ هل اتعرفت عليه؟ هل هو اتعرف عليك؟ نعم تعرفنا تعرفنا في المطعم وبعد ذلك رأيته في يوم آخر. نعم، وقبل التدريب أو بعد التدريب من الممكن أيضا أن أراه، شخص لطيف جدا ويحب أن يتحدث مع الأشخاص المحترفين، وأنا بالطبع سعيد جدا لتحدثي معه. يمكن اروح معاك لتاريخك شويه، انت لعبت يمكن 11 سنه في السوبر ليج، صح مظبوط، اللي هو الدوري الايطالي تقريبا او الدوري الاوروبي للفولي بول، وطبعا الدوري الايطالي للفولي بول بالطبع، 11 سنه وقت طويل جدا ومنافسات قويه، يعني اكيد اكتسبت خبرات كتير طبعا من الدوري الايطالي، شايف ايه اللي يفرق؟ يعني ايه الدوري الايطالي، ليه دايما الدوري الايطالي مميز؟ ليه الناس كلها بتتابع الدوري الايطالي في الفولي بول؟ ايه السبب؟ Allora io sono giovane, ho 28 anni, però ho iniziato molto presto a giocare. تحدث عن هذا ايضا. الدوري الايطالي هو بالفعل ممتع ورائع جدا ويحالفه دوما الحظ، لذلك متابعو الدوري الايطالي كثيرون جدا.
اكو بياتشون لي سفيده. نعم وتعجبني روح المغامره والشعب الايطالي شعب مثل الشعب المصري في اشياء ايضا. ماي كويستو لانو سكورس era il mio 11º anno in Super Lega. العام السابق صعدت الى السوبر ليغا و ليفلو مولتو الالتو. نعم وهذا مستوى عالي جدا بالنسبه للاعبين الاخرين. veramente difficile. وكانت مباراه صعبه جدا. sicuramente un campionato che ti porta هذه البطوله تعطيك خبره كبيره وتحملك الى عالم اخر كما نقول نحن الايطاليين. هذا يعتمد ايضا هذا يعلي من المستوى ويعلي هذا بالطبع. نعم بالطبع ده كان ده يعني اكيد قوه المنافسه هي اللي بتخلي ما هو المنافسه لما تبقى في فرق كتيره ومنافسه ده طبعا اللي انت قلته هو اللي بيخلي ناس كتير تتابع الدوري الايطالي ان المنافسه قويه وليفل تاني خالص. طب خلينا نتكلم عن اهم مباريات في حياتك يعني ايه المباراه اللي انت لعبتها وكانت مهمه جدا ومش مش مش ناسيها يعني انت عندك 28 سنه دلوقتي فاكيد في مباراه في حياتك انت مش هتنساها مش هتنساها. Con la nazionale ho giocato molte partite indimenticabili. Però sicuramente abbiamo giocato anche il mondiale in Italia. ولعبنا مونديال ايطاليا ووصلنا però sicuramente una delle partite più importanti. لكن المباراة المهمة جدا. il mondiale che abbiamo fatto con la nostra nazionale giovanile. كانت مع فريقنا. ed erano le mie prime partite importantissime. وكانت هذه المباراة هي مباراة لا تنسى. كنت وقتها لا استطيع النوم لقد حاولت ان اتغلب على النوم فكنت في غاية التعب من التمرين وكنت في شدة الارهاق ايضا اصبت ببعض الاشياء وقتها. المباراة دي كانت الفاينل يعني كانت المباراة اللي انت مش ناسيها دي كانت الفاينل ولا كانت مباراة قبل الوصول للفاينل؟ No, questa era la finale. كان النهائي بالفعل وقبلها كنت لا استطيع النوم. طيب ايطاليا خدت ايه في المركز يعني ايطاليا خدت مركز ايه في البطوله دي؟ l'Italia all'ultimo mondiale في النهائي الاخير كان نهائي لا يصدق ومعنا فريق من الشباب الصغير وكلهم اصدقائي وكلهم من اللعيبه الرائعين وصنعنا فريق جديد بالفعل حقا. بس برضو انا يعني عايز لو يعني اعرف يعني في البطوله دي المنتخب الايطالي حقق المركز الكام يعني انا برضو عايز يعني مركز كام حققه في البطوله هل مثلا وصل ثالث رابع اول يعني عايز اعرف مركزه كان كام في البطوله المونديال الايطالي. ما sicuramente credo che abbia preso il primo livello. نعم بالفعل حصلنا على المركز الاول وعندما حصلنا على الميداليه كانت هذه دفعه جيده لنا فقد حصلنا فيها على المركز الاول بعد تمرين شاق وتمرين طويل كما قلت سابقا انني لم استطع النوم. نعم بالفعل فريق ايطاليا جدير ان يحقق هذا بعد كل هذه التمرينات الشاقه. انا لو مكانك برضو مش هنام يعني قولوا له لو مكانه في موقفه كده انا الحقيقه مش هنام يعني بتتكلم في بطوله قويه ومونديال وفي ايطاليا وانتوا عارفين ايطاليا مجرمه بكره الطائره انا لو مكانك برضو مش هنام يعني فهو يعني الله يكون في عونه مستوى عالي جدا على فكره اكيد مستوى لا انا يعني متابع اصلا مستوى عالي جدا جدا وهو دوري قوي مخلي الناس كلها متابعاه يعني الدوري الايطالي الحقيقه يعني الواحد يعني بيتهيألي اعلى مستوى صح ولا لا؟ الدوري حتى هو اول ما جه انا قلت له ان انا مبسوط ان انت هتبقى موجود معانا لعيب ايطاليا انا اصلا بحب ايطاليا جدا ودايما متابع الدوري الايطالي وهو اقوى دوري في العالم كده كده وبعده على طول هتلاقي البولندي وبعده الروسي دول اقوى ثلاث اربع دوريات احنا على فكره عندنا في يعني لعيبه احترف يعني حمدي الصافي احترف في روسيا في روسيا وعبد الله عبد السلام في ايطاليا وبعد كده طلعوا على تركيا الدوري التركي يعني قصدي اقول لك عندنا لعيبه بتلعب في اوروبا على فكره احنا ما نقلش يعني احنا محتاجين الفرصه بس انا شايف ان احنا عندنا لعيبه طيب شايف منتخب مصر ازاي يعني احنا كنا نفسنا منتخب مصر يكون افضل في بطوله العالم اللي فاتت ويؤدي اداء كويس شايف اللي جاي افضل منتخب مصر احمد مش عارف بصراحه بس انا اتوقع يعني ان فعلا اللي جاي ممكن يبقى افضل يعني محتاج بس محتاجين اعداد اكتر ومحتاجين شغل اكتر بتهيألي في جيل طالع كويس جدا يعني في جيل طالع محتاج ياخد خبرات مع المنتخب يعني ومحتاجين شويه اهتمام اكتر ماتشات ومعسكرات وامور كده اكيد المنتخب احسن من كده. طيب انت عندك كام سنه بالظبط احمد؟ انا عندي 22 ما شاء الله لسه صغير لسه بدايتك خالص. طيب انت قلت اخوك اكبر منك ب 23 سنه اخوك ما بيفكرش مثلا يجي الاهلي ما حدش كلمه هو يعني شاب زمان في الناشئين هو كان ميدل بلوكر
فزمان و... مركز 3 قبل بقى ما يغير ويلعب اوبزيت كان ساعتها كان الاهلي كان مكلمه ان هو يجي وبتاع بس برده بتروجيت حصلش ظروف حصل. طب هو 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 بيلعب سنتر بلوك هو قلب اوبزيت قلب امتى في سن كام دي كانت 2019 وكان ساعتها اول بطوله عالم لينا وقدر ان هو يسافر وكان كويس جدا بانه كانت اول سنه ليه يلعب اصلا في المركز ده وهو بيلعب في بولندا في مركز الاوبزيت مش مغير مركزه محمد لا خالص وبقاله كام سنه هناك اول سنه دي ولا هي دي اول سنه بس أول هو كانت اصلا شاب طموحه من زمان ان هو يسافر يعني هو كان نفسه يسافر كان نفسه يحترف في اي وقت يعني عكسي انا لا انا نفسي اقعد هنا الاول اعمل ارضيه هنا الاول بعد كده ابص بقى للاحتراف صحيح وهو يعني طب جات له ازاي الفرصه هل شافوه هل هو بعد فيديوهات يعني الفرصه جات له هو الشمس. هو شاب من فتره طويله كان معاه ايجنت بس ما اعرفش اعتقد جنسيته سربي يعني كان دايما اي مباراه شاب بيقعد يبعتها له كده لحد ما جاله نادي قوي جدا اصلا في بولندا في الدرجه الاولى بس لما راح ما حصلش نصيب يعني فلعب في درجه ثانيه بس انا واثق ان هو يعني هو طموحه عاليه فانا واثق ان هو واحده واحده هيوصل لاعلى حته طموحك عالي يا ابو حميد وهتحقق حاجه كويسه بشكرك يا ابو حميد نورتني وشرفتني والحقيقه انا كنت سعيد جدا بيك وان شاء الله متسنين منك الكتير يا ابو حميد باذن الله لويجي ثانك يو او بشكرك طبعا على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي كنا سعداء بيك جدا ونتمنى لك كل التوفيق مع النادي الاهلي شكرا لكم كثيرا هذا شرف لي وهذا ايضا شيء جيد أعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهاردة مع صفقات الفولي بول أحمد طبعا عزب ولويجي المحترف الإيطالي جبنا لكم كل التفاصيل عن الفريق وإن شاء الله عندنا المزيد مع الأبطال والصفقات الجديدة في حلقات أخرى مع الأبطال بشكركم شكرا جزيلا